لا تنزلون لا تنزلون دقيقة، ما حد يطلع. سالم راسك. احنا اليوم رسالتنا نريد نوجهها لاخواننا سائقي مركبات، خاصة النقل العام. احنا مو ضدكم، احنا واجبنا هو تسهيل حركة السير والمرور. انت على باب الله، واحنا بنفس الوقت عندنا واجب انه نفسح المجال لاخوانك سائقي المركبات انه يطلعون بالشارع، ما يصير زخم. فاحنا نتمنى منك الالتزام، وتريد تضبط تريد تشتغل على باب الله، بس احنا بنفس الوقت ما نريدك تسبب اشكال بالشارع. نصيحتك لنفسك اولا والى سائقي المركبات. لا احنا ما نريدنا، لا من امر، احنا من امر، احنا دا نطبق قانون، القانون على الجميع. حس يقولون سائق الكيع على الفقير، اخوان هذا قانون. يعني انت هسه نشوف اغلب سائقين مركبات اذا يشوفون اخواننا رجال المرور حاسب راسا ينتبهون على هذا الموضوع انه كشيء خطا، لكن احنا نريد نسهل اموركم، ولكن بنفس الوقت نريد هناك تعاون بيناتنا.